السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، سنتعلم اليوم أسرع طريقة لحفظ سورة ياسين بشكل لا ننساه أبدا إن شاء الله. الأهم من الحفظ أخي الحبيب هو التدبر. في القرآن الكريم لا توجد آية تقول أفلا يحفظون القرآن، بل قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا توجد آية تقول كتاب أنزلناه إليك ليحفظوا آياته، لا، بل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا يجب أن تضع هدف أمامك، لا تكون طريقة حفظك طريقة فيها مصلحة دنيوية، يعني أنا أحفظها فقط من أجل الشفاء، أو أحفظها ليقال إني حافظ، أو أحفظ هذه السورة من أجل أن أخذ حسنات أكثر. لا، كلها أهداف هذه طيبة، ولكن الأهم من ذلك أنا أريد أن أتقرب إلى الله بحفظ هذه السورة. أنا أحببت الله وأحببت النبي عليه الصلاة والسلام الذي أشار إلى أن هذه السورة هي قلب القرآن، وقراءة هذه السورة على الميت فيه أجر وفيه بركة. ولا ننسى أن هذه السورة موجودة في القرآن تبدأ بحروف مقطعة ياسين، وياسين ليست اسما للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي حروف مقطعة فيها أسرار عددية مذهلة، فيها شفرة رقمية. سورة ياسين شفرتها الرقمية تقوم على الياء والسين، ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إذن هنا أنا عندما أنظر إلى هذه السورة على أنها كلام الله، الله يقسم أن النبي عليه الصلاة والسلام من المرسلين، وهو غني عن ذلك، غني عن عباده سبحانه وتعالى. فأنا عندما أعلم أن النبي كان على صراط مستقيم، على صراط مستقيم، فكل ما يأتيني من هذا النبي يمثل بالنسبة لي الطريق المستقيم الذي يجب أن أسلكه. كل أمر أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن ألتزم به، لأنه يحقق لي السير على هذا الطريق المستقيم لأحظى برضا الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا أول شيء أخي الحبيب يجب أن يكون الدافع لحفظ هذه السورة هو التقرب من الله، لأن الإنسان حقيقة يتقرب إلى الله بكلامه، ثم إن الله يقول فاذكروني أذكركم، هو يطلب منا أن نذكره. كيف أذكر الله؟ بقراءة كتابه الكريم. وهذه السورة من السور المهمة، والقرآن كله عظيم طبعا، ولكن طبعا من يحب أن يحفظ القرآن كاملا يجب أن يطبق هذه القواعد البسيطة التي سنقولها، ويبدأ بسور قد تكون سورة ياسين منها. فهذه السورة المباركة أخي الحبيب فيها آيات عظيمة، ولكن حتى تتمكن من حفظها يجب أن يكون عندك حب عظيم لكلام الله، وتكون نيتك أن تتقرب من الله عز وجل، ويكون هدفك هو التدبر، لأن سورة ياسين موسوعة علمية على فكرة. منهج حياة سورة ياسين تصور لك، بل تعرفك كيف تعيش في الدنيا، وكيف تموت، وكيف تبعث، وكيف تلقى الله، وكيف تكون في جنة الخلد إن شاء الله. فهي ملخص لحياتنا في الدنيا وفي عالم البرزخ ويوم القيامة. هذه السورة تحذرك من أعمال الشر. هذه السورة انتهت أو ختمت بآيات عظيمة فيها كن فيكون. فإذا كان رزقك ضيق إلجأ لهذه السورة، فالله عز وجل قادر أن يغير حالك
أن يرزقك أو يشفيك أو يغير حالك بكلمة كن فيكون. حرفان فقط، كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أرادك الله أن تحفظ هذه السورة، والله لن يمنعك منها أحد. إذا أراد الله لك وكتب لك أن تفهم هذه السورة، لن يمنعك أحد مهما كنت منشغلا. فإذا أخي الكريم، حبك لهذه السورة وحرصك أن تفهم معانيها، المعاني الدقيقة التي فيها العظيمة، هذا أقوى دافع لك للحفظ. والقواعد التي سأقولها طبقها على القرآن كله، إن القرآن كله خير، كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن كله عظيم، كله بركة، كله حفظ لك، يحفظك من شر الشيطان. يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هذه آية من سورة ياسين، أواخر سورة ياسين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طب هذا تحذير لي، هذا منهج حياة. للأسف هناك الكثير من يحفظ هذه السورة لا يفهم، تجده يغش أو يكذب أو يرتكب الموبقات ويرتكب عقوق الوالدين ويكذب في تجارته، ثم يقول لك أنا أحفظ سورة ياسين. لا فائدة من ذلك. يعني أحيانا الإنسان يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. تخيل إنسان يظلم زوجته، يظلم أبنائه، يظلم جيرانه، يظلم الآخرين، يفتري عليهم، ثم يقرأ في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين، هو يلعن نفسه لأنه ظالم. فإذا هنا أخي الحبيب، الحفظ هنا ليس هو مجرد تكرار. حفظ القرآن بالتكرار هذا من أدنى أساليب الحفظ، وتنساه بسرعة. ولكن عندما تترسخ الفكرة في دماغك وتفهم هذه الفكرة وتطبقها في حياتك وتعمل على هذه الفكرة، صدقني لن تنساها أبدا. الإنسان عندما يتعلم قيادة السيارة، حتى لو مرت 10 سنوات ولم يركب أو لم يقود سيارة، ثم ركب فجأة، تجده يعلم كيف يقود هذه المركبة. لماذا لم ينسى؟ لأن العملية تعمقت في داخله وفي دماغه وفي قلبه. فإذا هنا سورة ياسين تستطيع أنت أن تضعها في قلبك. انظر الآية الكريمة، أفلا يتدبرون القرآن ولو أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. كأن يعني أريدك أن تنزع الأقفال عن قلبك لتدع هذا القرآن يدخل. نور القرآن اجعله يدخل، ولكن هذه الأقفال هي حب الدنيا والكذب والمشاغل وحب المال، هذه أقفال تضعها على قلبك تمنع نور القرآن. نور سورة ياسين هي نور، الله سمى القرآن نور، نورا مبينا. فإذا أخي الكريم، أحرص أن تفهم هذه السورة أولا. والتدبر يختلف عن الفهم على فكرة، يعني الفهم تقرأ معاني الآيات تفهمها، بينما التدبر باختصار أن تفهم ماذا يريد الله منك. يعني عندما يقول لك مثلا في أواخر سورة ياسين كما قلنا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. طب أنا أقرأ هذه الآية ثم أخاف من الموت، هل هذا منطقي؟ إذن أنا لم أتدبر هذه الآية. وإليه ترجعون يجب أن أكررها 1000 مرة. لماذا وإليه ترجعون؟ ما معنى وإليه ترجعون؟
يعني هناك موعد ولقاء مع الله عز وجل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فهذا الإله العظيم سيكون رجوعي إليه. طب أنا لماذا أحزن إذا ظلمني فلان؟ مدام هناك إله للكون سأرجع إليه ويأخذ حقي من هذا الشخص. لماذا أكتئب إذا ضاق رزقي وهناك إله سأرجع إليه سيعوضني المعاناة والألم والظلم الذي ذقته والمرض الذي تألمت بسببه سيعوضني أضعاف مضاعفة؟ لماذا أحزن؟ أنا أريدك أخي الحبيب عندما تقرأ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أريدك أن تعيش هذه الآية، أن تعتقد أن الرزق ليس بيد فلان أو فلان، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل المال وكل التكنولوجيا في العالم وكل شيء في الكون هي بيد الله، ليست بيد فلان أو فلان أو فلان، لا يستطيع أحد أن يضرني إلا بإذن الله، إلا بشيء كتبه الله علي. فإذا هنا كل آية من آيات سورة ياسين تدعوني للهدوء والإطمئنان. طيب أنا عندما أذهب إلى بداية هذه السورة ياسين والقرآن الحكيم، كل آيات القرآن فيها حكمة، إذا كنت تبحث عن الحكمة الحكمة تجدها في هذا القرآن. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طب لماذا هنا يقسم الله عز وجل بذلك؟ ليقول لك اتبع هذا النبي في كل ما جاء فيه، لا تبتعد عن هذا النبي الكريم، أي معلومة تأتيك من هذا النبي تمسك بها، سوف تسير على صراط مستقيم، أي طريق مستقيم في الدنيا، يهديك للصراط المستقيم في الآخرة الذي يقودك إلى الجنة بإذن الله. طيب هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما تنزيل العزيز الرحيم، هذا الإله يرحمني، عزيز قوي رحيم بي، فأقول وأنا أقرأ هذه السورة يا رحمن ويا رحيم أنت الرحيم سبحان الله، يعني أرزقني حفظ هذه السورة. أنا أريدك أن يعني تتوسل لله عز وجل أن يعينك على الحفظ بل على التدبر، لأن التدبر هو أعلى مراحل الحفظ أيها الأحباب. الحفظ الميكانيكي التقليدي هو أن تحفظ من دون فهم، عندما تفهم أنت هنا مرحلة متقدمة، ولكن عندما تتدبر القرآن أنت وصلت إلى مرتبة عالية في الحفظ. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. عندما تقرأ هذه الآية هل فكر أحدكم وهو يقرأ هذه الآية يقول الحمد لله أنه لم يجعلني من الغافلين؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كلما قرأ آية كان إما أن يحمد الله أو أن يستعيذ من عذاب الله أو أن يطلب من الله شيئا يريده. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، هؤلاء الكفار، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. طب هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى جعل في أعناقهم أغلالا، قيود وسلاسل إلى أذقانهم، صورة ذليلة جدا يصورها لك القرآن، فهم مقمحون، يعني إنسان يرفع رأسه هكذا إلى السماء ويغض طرفه في مشهد يدل على قمة الذل والهوان والألم والحسرة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآيات تقرأها على كل ظالم تخشى منه، عندما تمر على ظالم وأنت تخشى منه اقرأ هذه الآيات. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طيب هل وأنت تقرأ هذه الآية فكرت أن تقول يا رب لك الحمد
أنني لست منهم؟ أو فكرت أن تقول يا رب لا تجعلني من هؤلاء؟ أو فكرت أن تقول يا رب نجني من القوم الظالمين واجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا واجعلهم من الغافلين عني؟ القرآن له أثر في حياتنا أيها الأحبة. وهنا القرآن يقول وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية تريح القلب عندما نرى مشاهد اليوم الشذوذ والكفر والإلحاد، ونرى مشاهد القتل، مشاهد الدمار. جنود الشيطان يتحكمون الآن بالعالم للأسف، يعيثون في الأرض فسادا. هؤلاء يقول الله عنهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأنا أشعر باطمئنان بقلبي، لأن الله ليس غافلا عنهم، والله يعلم كل شيء، والله عز وجل لن يضيع حق إنسان أبدا. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أنا أريدك أن تقرأ هذه الآية عشرات المرات وأنت مغمض لعينيك وتقول إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني الذي يستفيد من هذا القرآن ويستفيد من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب، ما مصيره؟ فبشره بمغفرة وأجر كريم. والله هذه المغفرة والأجر الكريم أفضل من كنوز الدنيا. فهل فكرت وأنت تقرأ هذه الآية من سورة ياسين أن تقول يا رب أرزقني هذه المغفرة، يا رب اجعلني من هؤلاء، بقلب يعني من أعماق قلبك، بقلب صادق مخلص تقول يا رب اجعلني من هؤلاء؟ ثم تقرأ الآية التالية لكي لا تظن أن قدرك بيد إنسان إلا الله، ولا تظن أن رزقك بيد أحد إلا الله عز وجل. تقرأ هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كتاب مبين عظيم عند الله أحصى فيه كل شيء. إذن أنا لماذا أحزن؟ لماذا أغضب ممن أساء لي؟ لماذا أتعب نفسي وأحزن ممن أكل حقي، ممن ظلمني؟ هناك إله سيحيي الموتى بعد الموت، وهو قد كتب كل شيء عنده وهو أعلم بحالي. إذن هذا الإله سيعيد لي حقي. إذن هذه الآية تريح القلب أيضا. وهنا يعطينا القرآن مثالا رائعا جدا والله أيها الأحبة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. لماذا ضرب الله هذا المثال؟ أنا أريدك أن تطرح التساؤلات أخي الحبيب، وأنت تحفظ هذه السورة لا تتجاوز أي آية حتى تطرح التساؤلات. لماذا قال الله هذه الآية؟ ما الفائدة؟ ماذا أستفيد منها في حياتي؟ انظر معي، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. انظر هنا القرآن لا يشغل بالك بأسماء، ما اسم القرية ومن هؤلاء وكذا وتاريخهم ومنذ كم سنة، لا، يركز على المعلومة. القرآن دائما يركز على الموعظة، لذلك القرآن سمي بالموعظة وسمي بالذكرى، له أكثر من 50 اسم القرآن. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين، يعني رسولين كريمين أرسلهم الله لهذه القرية، فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني أرسلنا الثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذن الله
يعني أرسل رسولين ثم أرسل الثالث بعد أن كذبوهما، أصبح لدينا ثلاثة رسل. تصوروا لقرية، فقالوا إن إليكم مرسلون. ماذا قالوا لهم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم لا تكذبون. اتهموهم بالكذب. طب هؤلاء المرسلين ماذا يطلبون منهم؟ فقط الإيمان بالله. يعني هم لا يطلبون مالا، لا يطلبون متاعا، لا يطلبون منصب. كل ما يطلبه منك هذا النبي أن تؤمن بالله. القضية ليست صعبة، يريد أن ينجيك من عذاب الله. انظر ماذا فعلوا بهم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أنا أريدك أن تتوقف مع نفسك أخي الحبيب. كم مرة كذبك الناس؟ كم مرة شعرت بهوانك على الناس؟ كم مرة شعرت بأنك وحيد؟ انظر إلى هؤلاء الرسل الثلاثة الكرام، جاءوا يريدون الخير لهذه القرية فكذبوهم وافتروا عليهم. قالوا ما أنزل الرحمن، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم لا تكذبون. اتهموهم بالكذب. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. فإذا ظلمك أحد أخي الحبيب، يجب أن يكون لسان حالك تقول ربي يعلم ماذا يحدث معي، ربي أعلم بحاجتي. يعني دائما اجعل الصلة بينك وبين الله قوية. هذه الآية يجب أن تكررها وتطرح الأسئلة. لماذا قالوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأن هؤلاء الرسل الكرام علاقتهم قوية مع الله، وهذه الآية دليل صدقهم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا قال لهم أصحاب القرية الكفرة؟ قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، أنتم مصدر شؤم وسوء. أحيانا الإنسان يقدم نصيحة لشخص يريد له الخير، هذا الشخص يؤذيه. أحيانا الإنسان يقدم نصيحة لابنه وهو يحب له الخير، يقول له يا بني لا تمشي مع فلان، لا تفعل هذا الفعل، لا تمشي في هذا الطريق، وتجد أن الولد يذم أباه ويفتري على أبيه، وقد يقول عنه مجنون ويكذبه ويسيء لأبويه ويعق أبويه. تصور، كل واحد منا لابد أن يتعرض لمثل هذه المواقف. وقد يقول عن أبيه هو مصدر سوء وشؤم وتشاؤم بالنسبة لي، لولا أبي أنا لفعلت كذا وكذا وكذا، مع أن هذا الأب المسكين هو سبب وجود هذا الابن، رباه وأطعمه وكبره ثم يسيء إليه ويعقه. سبحان الله. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا، يعني لئن لم تنتهوا عن هذه الدعوة لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم. وهنا رد فعل الأنبياء، انظر، قالوا طائركم معكم. التشاؤم هذا هو مصاحب لكم، التشاؤم هذا خاص بكم، نحن لا نتشاؤم، نحن نتفاءل برحمة الله. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، هيهات أن تنفع الموعظة معكم، أن ينفع الكلام معكم، بل أنتم قوم مسرفون. فعلا ظلموا أنفسهم أصحاب القرية وأسرفوا في حق أنفسهم. وهنا القصة لا تنتهي،
انظر إلى رحمة الله. يعني لماذا الله يرسل لهم رسول ثم الآخر ثم الآخر وحوارات؟ طيب الله يستطيع أن يخسف بهم الأرض، ولكن انظر إلى رحمة الله، انظر إلى يعني لطف الله بعباده. الله لطيف بعباده. هنا يأتي رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سمع بهؤلاء الرسل الكرام وسمع أنهم سيتعرضون للرجم، فجاء ليقول كلمة حق، كلمة خير. يعني هذا الرجل ماذا قال؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لم يطلبوا منكم مالا، وهم مهتدون. واضح آثار الهداية عليهم، لأنهم يدعوكم لعبادة الله فقط، لم يطلبوا منكم منصبا ولا مالا ولا أي شيء، فقط أن تقولوا لا إله إلا الله. ثم قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني وإليه ترجعون. مدام رجوعنا إلى الله سنموت ونعود إلى الله، لماذا لا أعبد الله؟ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر؟ هذا الرحمن، هذا الإله العظيم، لو أرادني بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هؤلاء الأصنام، هل الآلهة عبارة عن حجارة؟ يعني هل سيشفعوا لي؟ هل سيشفعون لي؟ هل سيطعمونني؟ هل سيضرونني؟ ولا شيء، مجرد حجارة، أنتم تعبدون حجر. لو فعلت ذلك إني إذن لفي ضلال مبين. ثم قال بأعلى صوته إني آمنت بربكم فاسمعون. انظر، لم يقل بربي، بربكم، ليقول لهم أنتم عباد لله، مهما افتريتم مهما استكبرتم حتى لو قتلتم ورجمتم وعذبتم، هناك رب أكبر منكم. إني آمنت بربكم فاسمعون. في هذه اللحظة لم تتحمل آذانهم صوت الحقيقة، فضربوه ضربة فارق الحياة على الفور. بمجرد أن مات أتته الملائكة بشرته بالجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله، يعني أن هذا الموقف فعلا مفاجئ. يعني إنسان قتلوه ثم يريد لهم الخير. أنا أريدك أن تفكر بهذه الطريقة أخي الحبيب. قيل ادخلي الجنة، ماذا قال؟ هل قال يا رب انتقم منهم؟ هل قال يا رب هؤلاء قتلوني عذبهم؟ لا، هو لا زال يقول، كان ينصحهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. إذا أرادني الله سبحانه وتعالى بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذا أصابني أي ضر لا يمكن لهذه الحجارة أن تنقذني من الضر أو من الشر. إني آمنت بربكم فاسمعون. انظر، هو يقول لهم كلام كله خير، كله حب لهم. عندما قتلوه نادته الملائكة قيل ادخل الجنة على الفور. وهكذا أخي الحبيب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تبشرنا الملائكة بالجنة، لأن لحظة الموت هي لحظة تقرير المصير، إما إلى الجنة أو إلى النار. قيل ادخل الجنة، وهذا دليل على أن بعد الموت إما نعيم أو عذاب. قيل ادخل الجنة، قال هذا الكلام في الدنيا وليس في الآخرة، ليس يوم القيامة.
غير معقول أنه يوم القيامة قال يا ليت قومي يعلموا. لا، وهو يموت بعد أن مات مباشرة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني هو يحب لهم الخير. يا ريت، يا ليت قومي يعلمون كم غفر لي ربي، كم أكرمني هذا الإله العظيم. تصور أخي الحبيب، هذا هو حال المؤمن الصادق مع ربه. أنا أريدك عندما تقرأ هذه الآية أن تقضي على كل ذرة حقد أو غل في صدرك ضد أي إنسان، أن تحب الخير للناس مهما فعلوا بك، مهما قطعوا صلتهم بك، مهما تعرضت من أذى وظلم، وبخاصة الأرحام، مهما فعلوا بك أحب الخير لهم ولكل الناس. وخذ درسا من هذا الرجل الذي يعني علمنا القرآن في هذه الآية كيف نحب الخير للناس مهما فعلوا، على الرغم من أنهم قتلوه. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لذلك أخي الحبيب، أنا إن شاء الله سأتوقف عند هذه الآية وأتابع في الجزء الثاني إن شاء الله، لنتابع يعني محاولة لتدبر هذه السورة. ولكن كلما قرأت أي آية من سورة ياسين أو أي آية في القرآن، كلما قرأتها قراءة جديدة تكتشف معنى جديدا، كلما طرحت سؤالا تكتشف وراءه معنى. النبي قال عن القرآن ولا تنقضي عجائبه. فإن شاء الله في اللقاء القادم سنستكمل هذه الرحلة مع حفظ سورة ياسين. وربما تعجب عندما قلت لك أسرع طريقة، هي أسرع طريقة فعلا، لأن طريقة التدبر طريقة قد تأخذ وقتا معك، ولكن لا تنساها حتى تموت إن شاء الله، لأن الآيات ستعيش في أعماقك، ستكون جزءا من حياتك، ستغير سلوكك في هذه الدنيا، ستغير نظرتك للحياة من نظرة ربما تكون متشائمة سلبية إلى نظرة مليئة بالتفاؤل، مليئة بالحب. هذه السورة يجب بعد أن تحفظها وتتم حفظها وتدبرها أن لا يبقى في قلبك غلا أو حقدا أو لؤما على أحد أبدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.